بعد شهور من الفرح اللي كلف ملايين انفصلوا دال المهندس وكريم مكرم بقى في خبر كان الحب اللي بينهم انتهى. هي اعلنت ده بنفس راضية وطلبت العوض من ربنا. لدال انفصلت عن حبيبها كريم وله الجمهور استغرب حكايتهم. كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. حب العمر طلع فنكوش. دال المهندس وكريم مكرم انفصلوا سنة وشوية جواز وفصح هنا وهناك وفي الآخر انفصلوا. أعلنت الخبر عبر ستوري على انستجرام، قالت إنها خلاص بقت سنجل وتم الانفصال رسميا وتسجل في المحاكم. طلبت من ربنا العوض وجمهورها تمنى ليها السعادة والفرح مع اللي تتمناه ويستاهلها. قصة انفصال البلوجر دال المهندس وكريم مكرم قصة غريبة جدا، لأن من أول يوم ارتباط والاتنين كان باين عليهم إنهم فرحانين جدا والحب طالع من عليهم. دول عملوا فرح كلف ملايين، ديكوريشن وفستان وميك اب وكل الحاجات الحلوه دي، لدرجه ان وقتها الجمهور استغرب ازاي يعملوا فرح بكل التكلفه دي، وفكروا ان الحاجات دي جات لهم هديه، لحد ما بعدها بيومين طلعت وقالت بكل ثقه ان فرحها اتصرف عليها من فلوسها ومن فلوس اهلها، هي ما جالهاش اي هدايا زي ما الناس كانت فاكره ولا حاجه، قالت انها من عيله غنيه ومبسوطين وهم اللي صرفوا على الفرح وكل الحاجات الحلوه اللي كانت فيه. اللافت ان بعد الفرح على طول دال المهندس وكريم مكرم كان باين عليهم الانبساط والفرح جدا، كانوا كل يوم تقريبا ينزلوا صور شكل فرحتهم وتواجدهم مع بعض، فصح وخروجات في كل الاماكن الحلوه اللي تخطر واللي ما تخطرش كمان، كانوا مقضيينها تقريبا بعد الحب ده كله وبعد ما الجمهور شاف فرحتهم. بعدها بشهور تقريبا بدات تظهر علامات المشاكل بين دال المهندس وكريم مكرم، بدات داله تحذف الصور اللي بتجمعها مع كريم، ما بقاش فيه ولا صوره واحده ليهم، الاتنين سوا على الصفحه بتاعتها على الانستجرام، ووقتها الجمهور يعتبر ان ده مؤشر على نهاية علاقتها مع كريم وبدأوا يسألوها في التعليقات، هي مرة ترد وتلمح ومرة تسكت وما تتكلمش، لحد ما أعلنت خلاص النهاردة إنها فشكلت مع كريم مكرم. هتصدقوا إنها وهي بتعلن خبر الانفصال ما جابتش سيرة كريم في كلامها خالص، ما قالتش اسمه نهائي ولا حتى سألت فيه، دي طلبت من ربنا العوض الكويس اللي يستاهلها، وده فتح للجمهور الباب إنه يشك في كريم إن هو السبب في الانفصال. البعض قال إن كريم عمل حاجة غلط مع واحدة تانية، لكن المفاجأة كانت في انه في كلام عن انه رغم انه مع دال المهندس اللي هي ملكه جمال مصر يعني احلى واحده في مصر، الا انه راح عارف واحده تانية عليها وهي عرفت بالخيانه دي. الجزئيه دي اللي ذكرها موقع صدى البلد الاخباري والعهده طبعا عليه. احنا لحد هنا واكون وصلت ليكم وقلت لكم على كل التفاصيل بتاعه الواقعه من اولها لاخرها، وعرفنا ايه اللي حصل مع دال المهندس وكريم مكرم. في النهايه هطلب منكم اللي يعرف السبب الحقيقي لانفصال الاثنين يا ريت يكتبوا لي في التعليقات.